بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. كلام وصلنا في حديث رسول الله وفي خطبه، وهو يحذرنا من المساس بهوية الإسلام. هوية الإسلام تتمثل في أركانه، تتمثل في الهيكل الذي أراده الله لنا برنامجا يوميا نعبده به، تتمثل في الذكر فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون، في الدعاء وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي، في المناجاة، في الصدقات، في فعل الخيرات، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. البدعة هي أن نقارب هذا الهيكل بالبطلان. البدعة هي أن نغير دين الله بما يشبه مسجد الضرار. مسجد الضرار مسجد سمي بهذا الاسم، مسجد تدليسا من المنافقين، تشويشا على المؤمنين. ولذلك كان أمر الدين في الخوارج عظيما. يقول رسول الله: الخوارج كلاب أهل النار، بالرغم أنهم يشهدون الشهادتين وأنهم يقيمون الصلاة، حتى قال فيهم: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، طوبى لمن قتلهم وقتلوه. لأنهم يريدون أن ينقلوا صورة معكوسة للإسلام الذي أمر بالرحمة وبدأ بالرحمة وعاش بالرحمة ونبيه نبي الرحمة، إنما أنا رحمة مهداة، أنه ديانة سفاكة للدماء تحتقر المرأة وتقص على الطفولة وتفسد في الأرض، إلى آخر هذه الصورة المقيتة التي سببت الإسلاموفوبيا في العالم. كل من شارك في بناء هذه الفوبيا أو هذا الخوف هو مبتدع، لأنه لم يبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث يقول: بلغوا عني، وليس عما يقوم في ذهنه أو هواه. ومن هنا كانت العلاقة بين المسلم وغير المسلم، وأساسها كما تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم أساس التلاحم، وجعل غير المسلمين متلاحمين مع المسلمين في نسيج واحد، لنا ما لهم ولهم ما لنا. وعاش المسلمون بهذا المعنى، حتى كان الليث بن سعد يفتي لنصارى مصر. الليث بن سعد مات 183 هجري، يعني في القرن الثاني الهجري، يفتي بإنشاء الكنائس. ويقول الليث، وبناء عليه نأخذ الفتوى، وكان مجتهدا عظيما، يقول: كل كنائس مصر حادثة، يعني بعد دخول المسلمين فيها لم يكن هناك كنائس موروثة، لأن الرومان ضيقوا على المصريين جدا. قسطنطين عندما دخل المسيحية انحرف بها، وأهل مصر ظلوا متمسكين بديانتهم وعوائدهم، فأصبحوا تحت الاضطهاد الروماني. حتى إذا ما دخل المسلمون مصر وجدوا أن كبير القبطي غير موجود أصلا بالبلاد، مختفي من البطش الروماني، وكان اسمه بنيامين، وبحث عنه عمرو بن العاص وأتى به وأجلسه معه في الرياس، وأمنه
المسيحيون في مصر. هذا هو الذي صدر من المجتهدين العلماء الذين عرفوا الله ورسوله وكتابه وسنة نبيه، وهذا الحال الذي يعتبر أنه لابد علينا من قتال المسيحيين وهو جاري معي، ومن العدوان عليهم، جعله وكأنه جزء لا يتجزأ من الدين. هذا مبتدع، فالبدعة لها تجليات كثيرة.